ما على بالك احنا كيما نقشروا الجسم ديالنا باش نحو هذاك الجلد الميت، شعر ديالنا ثاني لازم يتقشر باش يعني الفروه تاع راس ديالنا تتهوى، نحو لها هذاك لو سيبوم الزايد من الشعر. وثاني راح نعاونوا انه مام كي نديروا علاجات لشعرنا راح تكون فيهم فعاليه اكثر، لانه ينشط لنا ثاني الدوره الدمويه في شعر ديالنا. والمكونات نتاعو بزاف بسيطه، ما كاش بزاف، ما كاش بزاف، دائما حاجه خفيفه، حاجه خفيفه السيرم كاينه في كل دار في كل دار. الوغ اول حاجه نحتاجو لابخي شامبوان اللي تستعملوا السيده لشعرها، اي ابخي شامبوان يكون عندها، ونحتاجوا معاه اما يكون سكر او قهوه ولا اروس بودره، يعني حاجه تكون اللي تقدر تقومي بها بلا ما يعني تخسر لها الشعر ديالها. إيه؟ كيما انا استعملت لابودغ تاع الارز، كيما على بالك الارز بزاف ملح للشعر. إيه؟ راح يعاون انه يعطي له لمعه، يمد له ترطيب، فريمون بزاف هايل، وهاوليك القوام ديالو. طريقه بزاف سهله، نخلطوا مغرفه نتاع ابخي شامبوان. علاش خيرتي ابخي شامبوان ماشي شامبوان؟ لابخي شامبوان علاش؟ لانه ما راحش يعمل لي على هذيك الرغوه، راح يخلي لي اني نقشر الشعر اكثر من اني يرغون لي. وكي نستعملوا هذا المقشر تاع الشعر وقتاش نستعملوه؟ كي نديروا الرغوه الاولى لشعرنا، بعدها نستعملوا هذا لوغوماج، يعني نستعملوه على شعر يكون مشمخ ما يكونش ناشف، باش نلقاو عليه غزلته وباش ما نتجرحوش الفروه تاع الراس ديالنا. انا اصلا تكون حساسه، حساسه كي تكون فوالا كي تكون القشرة. نعم. وايضا يعالج، يعاون انه يعالج القشره، بس ما قلتهاش. الوغ نحطوا منه ملعقه كيما هكا ونخلطوا المكونات. حاجه بزاف سهله وبسيطه، واللي تحب ما ديرش لابخي شامبوان لا شافت شعرها فريمون بزاف يزيد لها وكل حاجه، تقدر دير لو شامبوان ديالها عادي. هاوليك القوام. لو يكون الشامبوان الطبيعي يعني يكون احسن، انه اليوم اللي نشوفوا لي شامبوان ناتشورال، نعم فوالا، اللي يجوا على شكل صابون. إيه؟ نعم. هي هذيك تستعمليه في الشعر ديالك. ولكن كي تكوني حضري هذه الوصفه ما تجيش معها. ما تقدرش ما تصلحش معها. نعم، ماشي ما تستفادش منها، ما تصلحش مع المقشر. ولكن باش تغسل شعرها يعني باش تنظفو ويتو، تقدر تستعمل لو شامبوان ساك. فوالا، هي بزاف ما يعرفوش الناس. إيه؟ كاين دائما لو شامبوان عندهم قوامه سائل. إيه؟ احنا ما تعودناش على الشامبوان الصلب، يعني الصلب. نعم. ولكن في يعني في ليترونجي ولا معروف بزاف ويستعملوه بزاف، وفريمون يعني عنده رواج كبير. احسن من خطر، لانه بزاف دوكا ولاو ما يحبوش الحاجات الكيميائيه، ولاو يميلوا بزاف للحاجه الطبيعيه، لانه لقاو فيها فعاليه ولقاو فيها فائده اكثر من الكيميائي. لانه دوكا يعني الكيميائي ولا بزاف يضر الصحه، يعني تخدمي بشامبوان يكون فيه بزاف مواد كيميائيه راح ياثر على الصحه ديالك. صح. فوالا، هاوليك القوام ديالو هكا، ونستعملو كيما قلت لك نشمخ بيان سو، نكونو غسلنا شعرنا كاول مره، اما مرحله بعدها نحكمو منه ونبداو على الفروه فقط على الراس ديالنا. هذا ما كان. هذا هو المقشر. دوكا نروحو للماسك. نديروهم في يوم واحد؟ لا لا، المقشر شحال نديروه من خطره. المقشر ما يندارش كل اسبوع ولا كيما المقشرات العاديه. المقشر يندار مره في الشهر. مره في الشهر هذا ما كان، باسكو كاين بزاف اللي يغلطوا يروحوا يديروا المقشر، يعني كيما يحسبوا كيما الجسم تاعهم ولا الوجه ديالهم كيما شعرهم. الفروه تاع الراس حساسي بلوتو، الفروه تاع الراس حساسه جدا على الوجه ديالنا، ووجهنا ماشي كيما لو كور تاعنا. يعني كل منطقه لازم نتعاملوا معاها على حساب الحساسيه ديالها. هنا نتكلموا على ربما القشره البسيطه ماهيش المرضيه، لانه كاين اكيد الفروه احيانا تمرض وين يكون فيه قشره يعني التهابات مرضيه. نعم. التهابات. من الاحسن هنا طبعا توجه يكون عند طبيب الاخصائي المعالج. اكيد فيها. ولكن كي تستعمل هذا ما راحش ياثر عليها، ولكن فريمون اذا كانت كما قلتي في حاله حساسه جدا اكيد ما راحش تقدر تستعمل أحسن. المقشر فوالا احسن. أوكي. انه تروح للطبيب يمد لها علاجات اللي تنحي لها هذاك الالتهاب. كي تبقى لها شويه هكا قشره ولا تحب دير عنايه ولا كي تحب زعما مثلا قلت لك زعما مثلا حبت تستعمل كاش برودوي لشعرها ولا تقدر تستعمل هذا المقشر كانه يهيئ لها الفروه تاعها تاع الراس باش تستفاد اكثر من المكونات اللي تحطهم في شعرها. احنا باش نستفادوا اكثر نكملوا مع الوصفه الثانيه. نكملوا مع الوصفه الثانيه. هذه الوصفه هي عباره عن ماسك للشعر الدهني، لانه بزاف ناس تعاني من الشعر الدهني يزيد لها يعني ثمثم. الوصفه هذه بزاف معروفه، نحتاجوا فيها الياغورت الطبيعي. الياغورت الطبيعي يلقاوه في المحلات بيع المواد الغذائيه، باسكو بزاف دائما يسقسوني يلقاوه في محل بيع المواد الغذائيه، مع الطين الاخضر. الطين الاخضر وكما قلتي على لو شامبوان سيك، من احد المكونات ديالو هو الطين الاخضر، لانه بزاف فعال للشعر،
خاصه الشعر الدهني راح يعاون انه يمتص كامل هذاك لو سيبوم وهذاك الزيت الزائد في الشعر. هذا الماسك ما يستعملش ثاني كل اسبوع. هذا الماسك يستعمل مرتين في الاسبوعين، يعني في الاسبوعين ديريه مره، يعني في الشهر مرتين. نحطوا ملعقه نتاع ياوخت طبيعي مع ملعقه نتاع طين اخضر، والطين الاخضر راح يمد لك لمعه وراح تحسي الفروه تاع ثاني تاع الراس بزاف بزاف نظيفه، وينحي لك هذاك الزيت الزائد كامل من الشعر. هنايا كاين سيدات بالك حتقول لي انا مثلا نحب نزيد كاش زيت لشعري ولا، نقولها اكيد لا لا، لانه ديجا حنا رانا نحوسوا نتخلصوا من الزيوت الزائده اللي تكون في الشعر ديالنا. ثاني طريقة الاستعمال ديالو، نحب بزاف نركز على طريقة الاستعمال. هذا لو ماسك يستعمل على شعر ناشف، يعني قبل ما تدخل كامل السيدة تغسل شعرها تابليكي هاد لو ماسك على الفروة فقط. هاد لو ماسك ما يستعملش للأطراف لأنه أون جينيرال الشعر الدهني يكون عندهم فروة بزاف دهنية والأطراف بزاف ناشفين. وهذا ما يسمى أيضا في الأنواع تاع الشعر، يعني نذكروا نوع منهم وهو الشعر المختلط، كما كاين بشرة مختلطة كما كاين شعر مختلط. فوالا كاين لا 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 كان شعرها كامل دهني يعني حتى الاطراف تاعها دهنيه تقدر تستعمل هاد لو ماسك. كنت تشوفي في الاطراف تاعي ماشي دهنيين ماشي دهنيين لا لا، انت لازم لك ماسك مرطب للشعر. انا مختلط يعني كي تقريبا كيما كل الجزائريه تقريبا عندنا هاد طبيعه الشعر. طبيعه الشعر المختلط اللي اما فروه الراس دهنيه والاطراف ناشفه.